مرحبا بكم أحبتي طلاب الصف الثالث الثانوي من مادة الجغرافيا الوحدة الأولى في الدرس الثالث، وهو الجغرافيا الحيوية التي نتكلم عنها بشكل عام، واليوم سنتكلم عن فروع الجغرافيا الحيوية. لقد تكلمنا في السابق عن الكثير من البحوث في الثاني الثانوي والأول الثانوي وغيرها من الصفوف، وتكلمنا عن الجغرافيا بشكل عام وتعلمنا ما هي الجغرافيا، وقلنا أن بدأت الجغرافيا هي متأصلة من جذور الإنسان منذ البداية، لكن مثل ما تكلمنا سابقا الإنسان لم يكن يعلم بأن هذا هو اسمه جغرافيا، إلى أن وصلت إلى اليونان وهم الذين وضعوا كلمة جيوغرافيا. جغرافيا تعني جيوغرافيا، وهي الكلمة التي وضعها اليونانيون الإغريق. طبعا معناها هي صورة الأرض، معناها صورة الأرض، إذا كانت يدرسون فيها الشكل الخارجي للأرض فقط، الشيء الذي يتحاكى معهم، الشيء الذي يلتمسونه بشكل يومي وبشكل أساسي، ولم يتعمقوا في ذلك الموضوع إلى أوقات قريبة في القرن العشرين. فكانت الجغرافيا هي عبارة عن دراسة الأشياء الظاهرة، فندرس مثلا التضاريس، جبال واضحة أمامنا، جبال، مرتفعات، منخفضات، أودية، أنهار إلى آخره، أيضا المياه، البحار، المحيطات، الأودية، الأشجار، الغابات والأمور هذه بشكل عام. لكن الجغرافيا بشكل عام تطورت إلى ما بعد، أصبحت هناك جغرافيا مهمة جدا، وتكونت واستطاعت أن تمثل تداخل حقيقي بين الجغرافيا البشرية والطبيعية. فبدأوا بشيء اسمه السكان، ودراسة السكان، ودراسة توزعهم، ودراسة أي شيء في هذه الأمور بشكل عام. أيضا في الجغرافيا تحدثنا عن الكثير من الأمور، وتحدثنا عن أشياء مهمة جدا، وقلنا أن الجغرافيا الحيوية هي أيضا من فروع الجغرافيا التي وصلنا إليها في هذا الوقت، وأصبحت تدرس أيضا ما في داخل الأرض. نزلنا إلى داخل الأرض وهو ما يسمى بالجيولوجيا، وارتفعنا إلى الفضاء وهو الجغرافيا الفلكية، ودرستنا الموضوع بشكل عام، ودرسنا هذه الأمور كلها لنصل إلى أهمية محورية ومفصلية، وهي الجغرافيا الحيوية، وهي إحدى فروع الجغرافيا الطبيعية بشكل عام التي لا يتدخل الإنسان في تكوينها. وقلنا أن الجغرافيا الطبيعية لها فروع مهمة جدا. ما هي فروع الجغرافيا الطبيعية؟ مثل ما ذكرنا فرعين مهمين للجغرافيا الحيوية، فروع الجغرافيا الحيوية. فروع الجغرافيا الحيوية: واحد، جغرافية النبات، وهي العنصر الأول، جغرافية النبات. العنصر الثاني: جغرافية الحيوان أو الجغرافية الحيوانية. جغرافية النبات وأيضا جغرافية الحيوان أو الجغرافية الحيوانية، الجغرافية النباتية والجغرافية الحيوانية. الظروف والعوامل التي تتحكم في النباتات. قلنا الظروف والعوامل التي تتحكم في النباتات هي ظروف مهمة جدا. أثر المناخ في النباتات، أثر المناخ في النباتات، وأثر الشمس في النباتات، والرياح والرطوبة. طبعا ذكرنا قبل هذه المرة أن النبات يحتاج إلى ظروف ملائمة للعيش، فمثلا في الصحاري لا ينمو نبات إلا بعض النباتات التي تتحمل الجفاف، مناخها هكذا وتتحمله على هذا المستوى وهذا المنوال. إذن جغرافية النبات هي طبعا تعتمد على عوامل مهمة جدا: الرطوبة، الرياح، الأمطار، الشمس وغيرها من العوامل المهمة الطبيعية. مثلا المناطق الاستوائية تنمو فيها نباتات تختلف عن تلك التي تنمو في المناطق القطبية الباردة، فالاستوائية تكون فيها الحرارة شديدة جدا، الرطوبة مرتفعة جدا، أيضا الرطوبة مرتفعة، المياه وفيرة، الأمطار كثيرة لكنها صيفية. هذه كلها تنمو فيها نباتات تناسب هذا المناخ، نباتات مختلفة عن النباتات التي تنمو في الأقاليم الأخرى. إذن فمن خلال هذا الموضوع ندرس أهمية العوامل الطبيعية التي تؤثر في هذا النبات. فالمناطق الاستوائية قلنا تنمو فيها مثلا غابات استوائية دائمة الخضرة مهمة، في مثلا الفواكه، جوز الهند، المطاط، الأبانوس، الكاكاو، البن إلى آخره. أما النباتات القطبية مثلا لا تنمو إلا فيها النباتات تحمل جفاف والبرد،
لأن الأمطار لا يوجد أمطار في المناطق القطبية تقريبا نادرة، فقط ثلوج، ثلوج دائمة، وبالتالي هذه الثلوج وهذه البرودة الشديدة تحتاج إلى نباتات تلائم هذا المناخ. الشمس، كيف تؤثر الشمس على النبات؟ نحن نعلم أن أغلب النباتات هي نباتات خضراء، وهذه النباتات الخضراء تقوم بعملية تسمى بعملية التركيب الضوئي. لا يمكن أن تقوم هذه النباتات بهذه العملية إلا إذا كان هناك ضوء للشمس. فمثلاً في قاع المحيطات والبحار العميقة التي لا يصل إليها ضوء الشمس لا يمكن أن يقوم بعمليات تركيب ضوئي، وبالتالي تكون نباتات تختلف تماماً. ربما يكون هناك نباتات لم تكتشف بعد، لكن بشكل عام النباتات ما زالت التي يصلها ضوء الشمس تقوم بعملية التركيب الضوئي وهي كالنباتات العادية بسبب مادة اليخضور التي توجد في النباتات الخضراء. لكن في الأعماق السحيقة، الأعماق البعيدة التي ربما لم تكتشف بعد، لكن ربما يكون لها ألوان تختلف، فربما تكون صفراء، حمراء، بيضاء إلى آخره. أيضا قلنا أهمية الأمطار في من هذه العوامل التي تؤثر في جغرافية النبات. طبعا جغرافية النبات وجغرافية الحيوان مرتبطتان ببعضهما البعض بشكل وثيق ومهم جدا. لماذا الارتباط بين النبات والحيوان؟ طبعا لأن أغلب الحيوانات تكون تتغذى على النباتات، وبما أن الحيوانات تتغذى على النباتات فسيكون هناك أنواع مختلفة أيضا من الحيوانات في كافة المناطق. فمثلا الحيوانات التي يربيها البشر يقوم بزراعة النباتات الخاصة التي تأكلها هذه الحيوانات، مثل الحيوانات المشترة مثل الأغنام والماعز وغيرها من الحيوانات. أيضا مثلا الأغنام لا تستطيع أن تعيش في نفس المناطق الصحراوية التي تعيش فيها مثلا الإبل التي تستطيع أن تتغذى على الشوكيات في المناطق الصحراوية أو غيرها من نباتات الصحراء. إذن أيضا تتنوع، فكلما تنوعت النباتات تنوعت الحيوانات بسبب الأقاليم وكثرة الطعام. أيضا في المناطق الاستوائية مثلا بالنسبة للنبات يكون هناك الكثير من أنواع الحيوانات تختلف تماما عن الحيوانات في المناطق الأخرى. فمثلا يكون هناك بسبب كثرة النباتات مثلا أشجار الموز أو غيرها وجوز الهند، وتعيش مثلا هناك قردة، هناك نباتات الغزلان، الضباء، كل الحيوانات، حيوانات الرنة من هذه الحيوانات تتغذى على الأعشاب. أيضا هناك حيوانات لاحمة تتغذى على تلك الحيوانات تتغذى على الأعشاب، فمثلا هناك الأسود والنمور وغيرها من الحيوانات المفترسة. كذلك بسبب الغطاء النباتي الكثيف في تلك المناطق تعيش هناك الفيلة والتي تحتاج إلى كميات هائلة من النباتات، وتحتاج إلى كميات لا يمكن أن توجد في مناطق مثل المناطق الصحراوية. لا يمكن للفيل أن يعيش في المناطق الصحراوية لأنه يحتاج إلى كمية هائلة من النبات في غذائه. هذه بالنسبة لجغرافية النبات والجغرافيا الحيوانية. طبعا الجغرافيا الحيوانية تهتم أيضا بدراسة أنواع الحيوانات ودراسة توزعها على سطح الأرض. كيف تتوزع الحيوانات على سطح الأرض؟ أين تعيش الأسود؟ لا يمكن للأسود أن تعيش في المناطق القطبية الباردة لأنها لا تتوفر فيها حيوانات تتغذى عليها، وبالتالي سيكون مصيرها الهلاك والجوع. أما عدد الحيوانات البرية والبحرية بشكل عام في العالم هي عبارة عن قرابة المكتشفة، طبعا المكتشفة لحد هذا الوقت هي قرابة 1,000,000 نوع من الحيوانات البرية والبحرية والجوية أيضا التي هي الطيور التي تطير. طبعا المكتشفة قرابة 1,000,000 نوع، لكن هناك ملايين الأنواع لم تكتشف بعد. إذن قرابة 1,000,000 نوع من الحيوانات المكتشفة لحد هذا الوقت، وهذه ليست الأنواع كلها. طبعا هناك مفهوم التسلسل، مفهوم التسلسل والذروة النباتية. بداية نتكلم عن عناصر المناخ وهي مهمة في الاثنين معا، في جغرافية النبات وجغرافية الحيوان. ما هي عناصر المناخ؟ دائما نعلم أن عناصر المناخ هي 1 الحرارة والأمطار وأيضا الرياح. الحرارة والأمطار والرياح هذه هي العناصر الأساسية للمناخ، وهي التي من خلالها نستطيع أن ندرس جغرافية النبات وجغرافية الحيوان من خلال توزع النبات وتوزع الحيوان في كل المناطق التي نحتاج دراستها. وهناك مرحلتان
لتطور النبات. هناك مرحلتان لتطور النبات. واحد، طبعا مرحلة التطور، المرحلة الأولى هي مرحلة التطور. عندما نرى سلسلة نباتية مستقرة فنقول أن هذه السلسلة مستقرة ومتطورة، نقول عنها تصاعدية. تصاعدية أي أنها ما زالت تنمو، ما زالت تنمو. وأيضا التقهقر، بالنسبة للتقهقر عندما يكون عكس، عندما تكون متدهورة، متدهورة طبعا هنا تصاعدية هنا تنازلية، متدهورة تكون تنازلية هذه السلسلة، ونسميها هنا تسلسل إيجابي. في البداية التصاعدية، في التطور تسلسل إيجابي، وفي التقهقر تسلسل سلبي. إذن هذه بالنسبة لمراحل تطور النبات، تقهقر وتطور. أيضا خرائط النبات، كيف نستطيع دراسة خرائط النبات وماذا تعني كلمة خرائط النبات؟ من خلال خرائط النبات نحن نستطيع أن نرسم الخرائط بشكل عام. خرائط النبات، كيف نرسم خريطة لغطاء النباتي؟ مثلا إذا أردنا الرسم للغطاء النباتي يكون هناك خريطة ذات رسم مصغر جدا، أي إن هذه تكون الرسمة. طبعا هناك خرائط نباتية تهتم توزيع المجالي الدقيق للعشائر النباتية بحيث ترسم الخرائط بشكل كبير. أيضا خرائط ترسم بشكل كبير، مثلا نوع من أنواع النباتات نود دراسته، نباتات مسيطرة، مثلا بعض النباتات المسيطرة، مثلا واحد على 500 يكون مقياس الرسم فيها واحد من 500. هناك أيضا خرائط ترسم بشكل صغير، مثلا إذا أردنا دراسة الغطاء النباتي بشكل عام، الغطاء النباتي يحتاج إلى طبعا مساحته ملايين الكيلومترات المربعة، وبالتالي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مصور نصغر فيه تلك المساحة بشكل كبير جدا حتى نصل إلى المطلوب. ليس كالمسيطرة، قد تكون النباتات المسيطرة مثلا عبارة عن 1000 كيلومتر مربع، يعني الخريطة لا تحتاج إلى هذا ذاك الحجم الكبير من التصغير، فتكون مثلا 1 من 500. أما الخرائط التي ترسم بشكل صغير هي خرائط مثلا الغطاء النباتي بشكل عام، يكون واحد مثلا على 1,000,000 أو 100,000 أو 500,000 أو 2,000,000 أو 5,000,000 إلى آخره. هذا بالنسبة للرسم الخرائط النبات وغير النبات بشكل عام. إذن هذا ما تكلمنا عنه في جغرافية النبات وجغرافية الحيوان. هذا كل ما لدينا في هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في درس قادم. إلى اللقاء.